سلام حبيباتي، واش راكم؟ كي راكم دايرين يا الحباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انا وليت لحباباتي اليوم تاني ان شاء الله ندير لكم فيديو تاع لا كتب الله تاع مبسس. لازم نديرو كيما قال لك لي جاطو، الحلويات تاعنا تاع التقاليد تاع بكري، نديرو تاني الاطباق تاع بكري نديرهم لا كتب الله. المهم اليوم جبت لكم مبسس. مبسس هذا جو سي با كيش يسموهم لي زوتر ريجيون، انا حنا الكوتي تاعنا تاع اورون نسموه مبسس. فوالا فيه سي بريس كيما المقروط، صوف ما يديرش، ما نديروش بالمعجون تاع التمر. هذا ما كان هنا عندنا يا بالعبار يا بالميزان كيما تحبوا نتوما. انا ديت لكم بالعبار، عندي هنايا 3 بول تاع سميد سمول موين كيما ندوه تاع المقروط. فوالا تبغي تعبري بالكاس، تبغي تعبري بالبول، تعبري كيما تحبي، تعبري تعبري، المهم تديتي ثلاثه تدي ثلاثه. فوالا هاهم هنا 3 بول سمول موين سميد المتوسط، وديت هنايا الميم بول اللي تعبري به تدي به السمن. هنا عندي مغرف صغيره تاع سكر، اون بتيت كويير دو سوك كريستاليزي. هنا عندي اون كويير ا سوب بيان غارني فارين فارينا باش الراخور تاعنا ما يتحللناش في المقله، غادي نديروه مقلي. كان يديروه في الكوشه، كان يديروه مقلي، كان يديروه في الطاجين. فوالا وعندنا سوك فانيليا، وعندي فلور دورانجي المزهر، وعندنا هنايا الملح، ما تنسوش الملح. نديرو اون كويير كافي تاع ملح، ونديرو بيكربونات. غادي تسقسو تقولوا علاه دارت بيكربونات في المبسس. غادي نقولكم غادي تدو نص مغرف تاع قهوه، نص مغرف تاع بيكربونات. علاه؟ باش ما يديرلناش هذوك لي زاسيد اللي طلعوا لنا كي ناكلوه من بعد تاع لي ستوما. فوالا هاني قلت لكم علاه يا حباباتي، هكا كي تاكلوه ما تنضروا ما والو من داك القل تاع الزيت. فوالا بسم الله نبدو بالتحضيرات. فوالا نبدو نفوتو داك السميد تاعنا مالغري يكون مبلع في ان ساك ولا سي ميو فوتيه في الباسوار ما يكون فيه حتى حاجه، كاش ما حاجه تخرقايها ولا هكا شي ترونكيل. فوالا حبيباتي ها هنا كح صيرته، ندير هذيك لا فارين ثاني، ندير هذاك اون كويغ كافي تاع السكر، وندير سكر تاع الفاني يهودو كاع في الباسوار. نخلطوا هذوك لي برودوي تاعنا لي زانغريديون تاع لي ساك، طبعا كندخلوهم في بعضهم البعض. نديرو كما قلت لكم غادي نوري لكم لا بيكربونات شحال نديرو، غير هكا شفتوها هذه باش تقلع لكم لي زاسيد دي ستوما. نديرو الملح، فوالا شفتوها ماشي معمره دروك. اش غادي ندير؟ ندير هنايا لو فيد باش نديرو السمن تاعنا اللي قلت لكم، بسم الله، ولا منقارين ولا زبده، مهم. شوفوا هذاك الرخو اللي هو من تحت خليته برد، حزو ديروه حامي خلو حتى يبرد لكم. فوالا كيما قلت لكم كي نديرو هذاك لي ديم تاعنا لازم تقعدوا اوموا 5 مينوت ولا 10 مينوت، وما كي من هكا غير بصبعيكم، غير بالصبعين ماشي تاع الجلو، هكا دخلوا كاع داك لي ديم في داك السميد يتشرب مليح. فوالا حباباتي كيما قلت لكم دروك انا البول اللي درت فيه لي ديم غادي ندير فيه المازهر، غادي نعمرها نص تاع مازهر كومبلي هنا، ونزيد عليها
شويه تاع الماء. فوالا كيما درت العبار تاع الزيت وتاع السميد درتها تاني ماء، سي لا ميم شوز. دوك نبدا نرش كي من هكا وندير حتى اللمكة لاباط تاعي وكاع تشرب في داك الماء. هذا السميد كاع يشرب، سيغتو كي يكون داك المويا شوية خشين، ماشي خشين المويا بصح يكون شوفو كتقولو بلي جراتها مي نو، ها ديجا راني نحس بيه راه يشرب. فوالا حباباتي غادي نخليه دروك كيما قلت لكم، ها وين ديري كي من هكا كي تشوفي يتلم لك كي من هكا سي بون. اوكي دوك نخليه هنا شويه يرتاح 9 مينوت 10 مينوت ونولي لكم باش نبداو نصنعوا البسس تاعنا. فوالا حباباتي راني وليت لكم، راني بديت انايا باش ما نطولش عليكم لا فيديو، قسمت النص وراني درته ورقته هكا ها وين قدامكم. ونبدا عندي لي بورت بياس هاوينا، عندي فاصون لي بورت بياس كيما تحبوا الموتيف اللي ديروه ديروه. انا عندي هذا وعندي تاع لو كير وعندي هذا تاع المقروض، بديت بهذا غادي نبدا ندير نوري لكم. فوالا كيما قلت لكم تيجي كيما هكا فوالا، وديري لي بيسور تاع البسس تاعك ديري 1 سنتيمتر كي تشوفي فيه كيما هكا، ما ديريش رقيق باش ما ينحرقلكش في المقله. فوالا هذه تاني نعاود نلمها نعاود نورقها تاني ندير فيها صافي بيسون كيما هكا ونورق. دروك نديرو تاع لو كوغ كيما قلت لكم. فوالا حباباتي راني وليت لكم باش نقلو دروك ها وين البلا، هذا هو اللي خرج لي تشوفوا فيهم امينا. دروك غادي نبداو نقلو بسم الله. شوفوا الزيت كي تشوفيه حما نقصي له ما تخليش مطوع. هلا كيما قلت لكم حباباتي دروك نبداو نحطو غير بالعقل، والكونتيتي اللي ديريها الاولى كيما قلت لكم في المقروض كي درتها خونا نديرو 6 حبات نقعدو في 6 حبات، نديرو 10 نقعدو في 10، نديرو 2 نقعدو في 2. فوالا وانا نوري لكم ما وين سيد حبه كيما قلت لكم شفتها باش ما تنحليش ولا لا، ودرتها في العسل وكاع هي وينا شوفوا. نبدا نحط هنايا نزيد في المقلة تاعي انايا كبيرة. فوالا حبيباتي كيما قلت لكم تخلوه يطيب على غردة وتبدو تقلبوا فيه كيما هاكا تشوفوا هنايا بدا يتحمر بشوية من التحت، هي بالعقل سينو يتحلى لكم ولا يتفتت. فوالا حبيباتي كيما قلت لكم لازم تقلبوا على لي دو كوتي كي تشوفوا هكا تزيدوا منها باش يطيب لكم مليح. على دوك انا اللي نقلع فيه قطره مليح من الحسر من الزيت ندخله ديريكتومون في الحسر. شوفوا هنا هانا ندخله مليح بالعقل. دوك انا اش ندير غادي نكملهم كي نقليهم ونعسلهم كي نحطهم في الصحن التقديم
تتلاقاو ان شاء الله. فوالا حبابات ياك تشوفوا كي كملته ما شاء الله كي خرج عليه تشوفوا ها وينا ها مينا تاع لي كور ها مينا تاع هادو اللي درناهم تاني كي من هكا الفون تاع الدمعه ها مينا تاع مقروطات وهادو الحبات قلعتهم هذه بقات لي لاباط هذه كيف تيتا كيما دورتها وهذه حبه تاع مقرو تاع قلب انقسمت لي شويه تفتت لي فوالا كيما قلت لكم وراك تشوفوا فيه كي يخرج غادي نقول لكم ها ديجا ما رفدتش وشوف شوف مسقي حتى للداخل ها شوفي شوف تفتت غير روحه هذا هو المبسس البري كما يقول لك الواحد فوالا ان شاء الله ديروه وتنشحوا فيه فاصون كما قلت لكم خاص كيما المقروط بصح ايسيو توجور ايسي حبه في المقلة تاعكم قبل ما تكملوا كاع الحبات لا شفتوا تفتت لكم ولا تحل عاودوا سي فاسيل ديري له البياض البيضاء البياض البيضاء يعاود يلمه لك كاع فوالا دخلي البياض البيضاء في العجينة عاودي كاع عجنيه من جديد تما حليه وكاع لا تحلك هذه لا تحلك المقلة ولا ما تحلش نورمال تكمليه فوالا قلت لك كاين تاع المقلة كاين تاع الطاجين وكاين تاع الكوشة فوالا هذه المهم ما نطولش على خواتاتي ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وتبارطاجو كاع مع لي زامي تاعكم ان شاء الله ومع لا فامي تاعكم وكاع كيما قال لك الحاجه اللي نستفادوا منها حنا تستفادوا منها نتوما ايا على بروشان فيديو ان شاء الله ايا السلام عليكم.